لا البيروقراطية، نعم للديمقراطية الروحانية. الديمقراطية فيك بربوعس شافو مشكين مشكين من مشكين لاباس قبيلة وانا كنفيق فيك. حرام عليك حرام عليك تفيقي للناس. يلا خديت الكلمة وانت كتفيقي. إيه شنو الكلمة؟ يلا خديت الكلمة باش ندلي برأيي. هادشي غير كتحلم. نحلم كنحلم على انا وقتاش كندلي برأيي مع ادب الحلم. اسمع 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 الغوات اللي في الزنقة. عادي الناس كتغوت في الزنقة شنو فيها؟ هادي ما تكون غير جرتنا السعدية كتخوت وكدابز مع راجلها. لا 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 هادو اصوات ديال بزاف ديال الرجال هادو. خاصنا نعرفو شنو واقع. عندك كيكونوا هادو الناس ديال الحي دايرين شي مضاربة لما يتشاوروا معايا. وشكون عارف؟ المود هادي دايرين هنا في الزنقة. واه يمكن نعزو بخاطرنا. اسمع مربوح، إذا كانت شي مدابزة سخر اللون، هضر غير بفمك، ما يمشي شي حد يفوت فيك شي بنية. غادي نقول لهم نعلو الشيطان، الله يسامح. بغاو ما بغاو سال غادي رجع بحالي. انا مدد على محاكاه. يلا وزير القراص وبلا شي حتى نفطر. انا ندير الله يرحم والدي. ملي على حتى نفطر شوف بعدا تيسالي الغوت وجيت تفطر. ايه ها الوليد الله يتقبل. امين حدس لها خير. الله يرضي عليك بنتي. الله يرضي. قول لي صباح الدو شنو هاد الغوات اللي برا؟ غوات غوات ديال البيع والشراية. ياك ما دايرين شي مظاهره ولا شي اضراب كيطالبوا بالزياده. ويلي يا ولدي الله يرضي عليك. صافو فين يديروا الاضراب؟ عا قدام الدار. شو يديروا قدام البرلمان؟ كاين الربيع كاين الشمس والارض متسعه. ولكن ابا حدو علاش كيتغوتوا؟ زادكم الله في التغرب. في التغرب بحال هذا الوليد بحال هذا. ولات عندكم جوطيه في الدرب. جوطيه ايوا السيبان. لطفي لطفي أشنو؟ صافي غير نوض نوض راه مابقيناش غادي نعس. أنا لي علاش؟ تجمعوا كلهم كل براح يا براح وحدة الدار براح؟ وعلاش هادشي كلهم؟ باش يبداو يغوتو مع النبوري. ولا حزونا حتى فنعسنا. أوت أنا غادي نبدا نتكرفص في الحفاضة. أنا ما غنتكرفصش، أنا غنخرج ليهم دابا نتفاهم معاهم. لأنه كتعرفيني إلا فتت تعصبت كيفاش كنولي. أجلس الأرض أجلس راك ما تقبت على والو. كيف زعما صحيح؟ واش غادي تمشي تتفاهم مع سويقة فيها ألف البشر؟ سويقة؟ يا وليدي سويقة ولا ما تيقتينيش. طب 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 الله إلا سويقة باغي نعس أنا. دار لك الوليد فهاد خياتنا اللي ولاو كيقيلوا يبيعوا ويشروا عندنا هنايا في الدرب وفي العشيه كيجمعوا شناض خوم ويخليوا لينا الازبال والنفايات مطروحه في الطريق. يا سيدي خلي الناس ترزق الله وانا غادي نشوف. انا غادي نلقى لك شي حل لهذا الشيء. والله الا قبيله الا على شويه غادي تعطبني واحد المطيشه. واتا ولدي الله يرضي عليك هاد الخطره ما تاكل المطيشه حتى تغسلها. انت راه ما كليتهاش راه زلقت فيها ماشي في الطريقه سيدي للدار بحال شي مواطن صالح حتى تجمعت بحال شي مواطن غير صالح. ايوا على سلامتك هاد الخطره رد بالك من المطيشه. الله يهديك الوالد الله يهديك. راه ما نفعتني غير واحد ال 15 يوم ديال الجيمباز كنت درتها ملي الله جيت من البلاد قال نفعتني. عرفتي انا تلاوحت بجيه والطربوش بجيه. الناس بقات كتضحك ما نفعتني غير قلت اوبلا ودرت الطربوش على راسي وحضرت راسي وزدت. صافي راني قلت لك لقيت الحل. شنو هو هذا الحل الوالد؟ ديك الخضره اللي كيلوحوا غادي نبدا نجمعها ونخزنها في الدار. في الدار؟ ايه اين دار في الديور؟ هادي ولاش بالسلام؟ غادي نجمعها وملي نجمعها غادي نصيفطها لكوريد البهايم اللي عندي في البلاد. اول استغفر الله العظيم غادي يبدا يجمع لي الخضره خامشة في الدار والسبب. هذا مخير هذا الزنطق حصلك هذا نقشوي هذا غير الزنطق بلاستيك رابط اش توبل ياك ما دبرتي على شي خرده. خاصك تضربها ليا بواحد زغريتا تكون حارة. زغريتا مالي انا وليت نقاف.
دبرت على ثلاثة د الحوانت. الله يخليك اخويا، الله يخليك الصباح هذا. رانا قهرتيني بداك الكذوب ديالك، وحق البغرير والومليط اللي كناكل عندك. غلبتيني ملي حلفتي لي بالماكله، صافي ما كتكذبش. قول لي هاد الحوانت واش شريتي السوارت ولا كريتيهم؟ انت هي الا فيك ما تخدم، حانوت موجود والسلعه على حسابي. دخلت عليك بالله اخويا الصغير، وحق البزيزيله يا خويا الكبير. عنقني عنقك. رابح مربوع، رابح خويا حبيبي، خويا رابح ابراهيم، خويا رابح عندك العجب. يا هاي هاي هاي، والعجب هذا في الدنيا؟ ونهار اللي ولدتكم عمرني ما شفتكم معاني. ياك لاباس الوالي، راك والد الرجاله، والد الرينغو وخوه جينغو. اذا انتم بجوج، فين عمر شي واحد فيكم تفكرني حتى بالغا؟ دابا الوالد انا غادي نبرك، انا غنعطيك حانوت عامر بالسلعه، انت غير وقف وشد الفلوس. وليدي رابح الله يرضي عليك، هذا راه ماشي وقت الضحك. الوالد وثلاثه المحلات ثق بيا، ثلاث محلات وكلهم مسوقين. شوكين جاو حدا الدرك؟ لا جاو شوكا. وفين كاين هاد المحلات؟ حدانا هنايا في السويقه الجديده. سويقه جديده؟ رابح سويقه جديده ما فيها حوانت. انا غادي نوري كل واحد فيكم فين غادي يفرش. هادو هما حوانتكم. هادو هما حوانتكم. رابح يا خويا واش باغي تحمقني ولا ما؟ واش عاطيني ملي كتقول لي الحانوت؟ واش تحمق؟ ما فاهمني؟ اسمع عاطيني اسمعني اشرب عاطيني اسمعني اشرب عاطيني اسمعني الحانوت راه الحانوت راك حوانتك بعدني. ما فيها الزنطق، راه ما فيها الزنطق. سير بعد مني. حصول الوليد والله ما كذبتي، ما كذبتيش ملي قلتي بانك مولتي رجال. رزقني الله بجوج ولاد تالفين. لا والا الوليد، هذاك السي مربوح مازال فيه الضو. ما كذبتيش، تا هو ضربو الضو ديال تريسينتي. واش الخينا ما بغاش يعطينا التسعه؟ خلاص ولا عليك، انا غادي نفرجك فيه. ولا شوف، ولكن ابات كايس ما تضربش للراس. ولا عليك رابح، غادي تمشي في حالاتك ولا غادي نهرس لك العقب هذا العكاز هذا. يا عيب الدار راكم غالطين، انا ماشي رابح، انا حمان. حمان؟ شكون عاد هذا حمان؟ عندك يكون ما حمان، شوف كيقول لنا حمان. تفضل اسي، تفضل. انا ما كتسول اسي. واش يمكن لي نشوف مول الدار؟ تفضل. اسمحوا لي اولا نقدم لكم نفسي، انا حمان رجل اعمال واختصاصي في تصدير اللوز والقرقع لساحل العاج. ساحل العاج؟ نعم. تفضل تفضل. شكرا عليك، شكرا شكرا. مزيان مزيان، تبارك الله عليك، تبارك الله عليك، تبارك الله. حتى انا عزيزين عليا داك الشيء ديال لي زافير. تبارك الله، مزيان مزيان. وهذا الشيء علاش انا جيتكم اليوم؟ وانا ناوي الخير وقصدي شريف. ناوي الخير وقصدو شريف، هذا واقع لا بغى يهرب لنا بالطبيب باقي. يعني ما عندكم هذاك التوشويش ما سميتو. انا القصد ديالي هو انه بغيت نرفع شيء انا من مستواكم. لا لا حنا ما عندناش توشويش، حنا غير ولي طرح لي واحد الفكره. اييه. علاش ما تبداش تصدر دجاج كروازي الشينوا؟ فكره مزيانه. انا مشروع اللي عندي حاليا هو انه كنفكر هنا إذا كان ممكن بالطبع أنني كنوي نشري هاد الدار ديالكم ونعمل في محلها قيصرية. ولكن السي حمان هاد الدار راه ماشي ديالنا، راه حنا غير كارينا. واحد شي معروف طبعا، معروف. نتوما يلاه غتبعوا لي الساروت، غتبعوا لي الساروت وأنا شغلي مع مول الملك. اسمح لي بلاتي الله يرضي عليك أولدي. تفضل. وعلاش هاد الدار بالذات؟ سؤال وجيه، لأنها جات وسط السويقة. ايوا سي حمان، على هذا القبال هذا مشروع مهم وخصو شويه ديال التفكير. سي مربوح، سي مربوح عالم الاعمال ما كيخصوش يتفكر بزاف. ياك الزعم تاكل اللحم. تاكل اللحم. وانا كنعطيك 100 مليون. شحال قلتي؟ 100 مليون. ما قال لك 100 مليون؟ واش تاودني كمبوشين؟ 100 مليون؟ يلا غنولي مليني. ويلي 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 ويلي
انا نادر. يا باركم سعود، يا باركم سعود، يا باركم سعود، باركم سعود، باركم سعود. فرحت لك يا لالا نظيرة، عفو بالي. الله يبارك فيك، ولكن بلاتي اختي السعدية، علاش هاد مباركم سعود؟ ويلي بغيتي تخزني عليا كاع حوما جايبها الخبار. والله يا اختي ما خزنا عليك حاجة. ويلي ياك بعتي يا لالا الساروت ديال الدار ب 100 مليون و 14 ألف ريال. بعنا الساروت ديال الدار من صح مال رجل الاعمال والبرلمان بلي مرا لالا كشفت بالاعمال وزيتها لقان لسالي قال وينتهى هادشي تبايعو وتشاراو ملي كتيتي في الحمام. وشكون اللي حضر هاد البيعه وشري؟ سي حدا وسي مربوع. ياك راجلي العزيز ياك مربح تبيع الساروت بالدار بالخبر؟ واخا اش قلتي؟ لا كنقول غير تبارك الله عليك اختي السعديه، ما كاينش شي غبيره في الدرب كتفلت لك، ولكن دايرها بخاطري وناويها اولا ندير لكم واحد مولاتي الزرده فعلت هكا تبردي لي الهوايج انت وجراب ديال الزرده. والله راه انت السعديه دغيا كتجيب لك خبر بالزرده. وليدي اول وحده في الحفله انت انا الاولى بركتي وليدي. ما تنسيني ما تنسيني راني مزروبه. سمحي لي سمحي لي سمحي لي وها هي مربوح اللي وقعت فيك. انا نظيره واجرك عمي. بنتي نظيره كتبقي؟ ابنتي خليني انا اللي نبكي وندب وانتي لا. ياك ما رابح قاولك بشي حانوت. لا 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 رابح كاع ما شتو. صافي لما يكون داك الخطيه ديال مبوح. صبر يا بنيتي انا اللي عارف راسي ما ربيت والو. ولكن المصيبه بحدو هو حتى انت معاون معاه. والله يا بنتي شكون اللي سبع لي هذا الباطل حتى ضرني راسي؟ ماشي بعتو الساروت ديال الدار بالخباري؟ اجي يا بنيتي راه ما يمكنش نديرو شي حاجه في هاد الدار بلا ما نتشاوروا معاه. بعتوها بحدو وبلي ما راه ب 100 مليون و 14 الف ريال الحمال اللي كيصدر سكين جبير والقليه البلجيكا ولا خدمي غير عقلك معايا. واش الا بعنا هاد الدار غنبقاو جالسين فيها؟ ايوا بلاتي بحدو ايوا دابا عاود ليا داكشي اللي وقع بالكلمه وختها بشويه. شوفي بنتي ناضيه جا السيد عطانا 100 مليون كنا حتى نفكروا ولا حتى نفكروا حتى بنتي بغيت نتشاور مع راسي. جاتني ديك 100 مليون كاينه علاش انا ما نطلبوش ليه حنا 200 مليون؟ 200 مليون نشري منها دار ومضمه وسرتله وطرف جديد المربوح وتعني معايا السعدي. افينك الواليد؟ افينك ولدي وبنتي؟ فينك مرتي حتى انت؟ فينك الواليد؟ فينك ولدي وبنتي؟ فينك مرتي حتى انت؟ ياك لاباس من على الصداع. الله يخليك الواليد هذا الاجتماع راه كيتزم بواحد النوع من الشفافيه وانعدام الضبابيه ووحده الموقف. مربوح ما كنتش كطير وتنزل اش واقع؟ الله يخليكم خذوا المقاعد ديالكم وحنا الموضوع كيتزم بواحد النوع من الخطوره. وهي نديروا حزام السلامه الواليد. الله يخليك صديق شويه ديال الجديه والا رانا غادي نفطر نرفع الجلسه. ويلا بابا طلق راسك راه تبعي الحفاظه. أيها المواطنون أيتها الصديقات إن اجتماعنا هذا سنعالج فيه بإذن الله موضوع السكن العشوائي الذي تعيش فيه عائلة السي مربوح يعني أنا. السي مربوح وتدخل الموضوع دغري واش تسحب راسك هو كوفي حنان؟ عانى عانانا الواليد عانانا راه راجل ماشي امراه. سيدي ماشي شغلي انا سربينا. وطلق راسك مربوح عنده الحق سربي راسك راه بغيت ندير واحد الطليه زوينه ديال الحنه لشعري. بكل اسف راني قررت باش نبيع الساروت ديال هاد الدار. وبشحال؟ 100 مليون. 100 مليون انا ما نطفقش قليله انا باغي تذوب. لا بحال البركه الله يهديك الواليد الله يهديك راه ما كاينش شي واحد اللي يعطينا اكثر من هذا الثمن. الا بقيتي كتقاطعني غادي نطلب تريبل. لا انا ما غاديش نقاطعك ولكن واش كاين شي حد اللي غادي يعطينا هاد 200 مليون؟ السي حمان
غادي يعطي 200 مليون وهو كيضحك وانا الضامن. ارى العربون ها عطيه العربون ابو سيدي. قال لك العربون هو الصابون. عرفتي بحدو الا مش عطاكم غير 150 مليون الله يجعل البركه. ولا عليك ثم راكم باقين ما عارفينش القدرات ديالي. انا كنت ملي كندخل للسوق البهيمه المخيره كنديها بنص ثمن، الا هي كتسوى 4000 كنديها انا ب 40000. واش عرفتي بعدا 200 مليون شنو تجيب؟ غادي تجيب ابارتمون بلا سانسور ديالها. لا وليدي لا سانسور كيدير ليا الدخان. عرفتي شنو ندير بها انا؟ غندير بها واحد مولاي الصالون فعل تارك ونبدلها الظلام، وانا شي عياده من الطراز الرفيع. اه شكون كتفرق الورد وانا نحتولي التوش. الوالد الوالد صح ما نوصل. يا ربي تيسر يا ربي. يلا 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 اشنو؟ يلا 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 خويا من هنا خويا خويا خليني نقبض الملايين. يلا 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 اهلا 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 سي مربوح. جيت غير باش نقول لك راه الحانوت ديالي مشدود يومين هذا وانا داير لا قريف. وعلاش نوا السبب باش داير الاضراب؟ ماشي غير انا كاع عمري اللي حوانت لي حدايا تما كلشي داير لا قريف. اشكو الشويقه اللي حدانا دات لينا كلشي الكليان، بقينا غير جالسين تما كنتشمش خصنا غير لا نبرسو لاي. شوف الا خصك شي تقضيه هي دوز عندي للدار. انا قلتها لك والله ان شاء الله صافي يكون هاني. لا حتى لينا شي حاجه راه غنجيو عند الدار ان شاء الله. سيمشي على خير سي مكي. شتي يا الوالد راه واخا يديروا الاضراب حتى يعيو ويغوتوا حتى يعيو ما عندهم يخفي. علاش؟ لان ما عندهم شي راجل محنك بحالي اللي غادي يدافع لهم على حقوقهم. الله يا ولي انت ماشي غير محنك مسنطح. سي عمان وصل. مرحبا مرحبا سي حمان. شكرا 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 حمانجة. شكرا تفضل سي تفضل. مرحبا شكرا. مرحبا سيدي. اعتبروا هاد الدار راها صفحة داركم يا سيدي. الله يجازيك بخير. واه كتعرفوا راه ما عندي وقت انا. تقول لي الله يجازيكم بخير اش درتوا معايا؟ وسيدي هوالي امري غادي يدوي معك. اسمع سي حمان. نعم سيدي. ما غاديش نكذبوا عليك، جاو شي ناس ما فضلتهم قدامك عطاونا 200 مليون. اش ظهر لك؟ ولا هو بزاف سي حد، هو 200 بزاف وشويه. راه غير انا راه غير انا اللي قلت لولدي حشومه مقاولين سي حمار، اما هو كان غادي يدوزها لهم حيت ما عنده كلمه. ما عندي كلمه. راه 200 مليون هذه يا سي حمار، راه 200 مليون ما كتخلي عند بنادم لا كلمه ولا دمه. سي مربوح شحال هادشي كنسمع؟ الله يسمعنا خير. هادو عاري رجال الامن، هادو رجال الامن كيقوموا بالواجب ديالهم. ايه. قولي الله يجازيكم بخير، بغيت نسالكم واحد السؤال. نعم. واش يمكن لي نعرف شكون هاد السيد هذا اللي كينافسني في هاد الدار؟ ايه سميتو اش قال لنا سميتو با؟ سميتو المهدي ياك با المهدي؟ بلاتي الله يثبتنا على الشهاده سميتو المعطي. المعطي المعطي المعطي. لا بوزكري بوزكري الله يرحم القراقبه. عرفتو هذا ما يكون الا هذاك ولد في الطومه، هذاك ولد في الطومه هو اللي كينافسني. ايه غير سمعك. هو يحط مليون جوج شحال 200 مليون بلا ما يتشاو. انا حاط 220 220 دابا حاطها. لا اسي اسي حمان نخليوها لك غير 211. شوف اسي مربوح نقول لك واحد القضيه. شي انا راجل مزيان كوريك هكا داير، اما تجيني للضد انا هو باه. يلاه دير 213 بركه عليك. 220 كلمه واحده. ها 214. لا سيدي 220. دير اسيدي 220. مزيان. اسي حمان الله يخليك غادي نمشي نجاوب على التليفون. تفضل. واعتبرها اخر مكالمة غادي نديرها في هاد الدار. تفضل. شكرا. الو شكون عمز؟ السي مربوح الملايني في التليفون. نعم؟ اهلا سي دريس شخوركم لاباس؟ بخير. الحمد لله بخير. نعم؟ ان شاء الله ان شاء الله. واخا سيدي واخا لا غادي توصلكم الامانه ومع حتى الكادو ان شاء الله. تحياتي تبارك الله عليك. ماني هاب مالك ما خرجت اسكت يا ولد مهمتي ياك لاباس با
اجي شوف شوف رابح خويا مالو اش مالك رابح ما جرو عليك المخازنيه وياه شتو كاع الفراشه وداونا من السلعه تظهر لي مع البيعه وشري عندكم خاويه انا نمشي نقضي ساعه اخرى الله يهنيكم ارا غنيه ارا غنيه اسيت نبك يا يا وليدي يا وليدي يا رابح عمرنا ما نشوفوا معاك الربح لك اخويا رابح انت سميتك رابح وانا من نهار عرفتك وانا خاسر واش ماشي عيب عليك رابح كل ساعه جاي ما جيتش نبقى لداري هادشي اللي كدير معايا راه ماشي شروط الخاوه الله يهديك الله يسامح حوت امي انت الله يسامح راه عاشيه وكنت غادي نبقى الافضل لراس المال ناري نبغى خازنيه خازنيه كانوا ده مليونير نوض حاج شكون شكون كي رابح هي كاين شكون تري كتولد شكون عب شويه فين رابح رابح اش كنت اللي كتولد رابح شكون رويبح 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 شكون اللي كتولد برويبح رابح شكون هما هادو هادو هما مالين شوكا شوكا والزينه عطاكم غير 150 مليون الله يجعل البركة وانا عليه ثم راقي مبا 200 مليون عاش ضهرك وبزاف السي حدو لا بزاف ويلي راه غير انا اللي قلت لولدي اشنا هي هذيك راه غير انا اللي قلت لولدي حشومه 100 مليون راه قال لك 100 مليون 100 مليون مال ودنيكم